السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل فتح في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عمري ما هقول في حياتي حد يعمل اللي انتوا عارفينه، لأن أنا لقيتها في الحقيقة يعني حاجة وحشة، خلاص عمرها ما عادت تحصل مني. أنا بس هنا توجيه رسالة لكل محبي ومتابعي عادل فتح، اللي أنا عارف إن هم بيبقوا بيقدروا الحاجة اللي أنا بطلبهم منهم. سيدة مصرية فاتحة قناة اسمها أم سامح ومازن، وكانت مطبخ سمر كانت دعمتها ورفعتها على المنتدى، والحمد لله جابت الشرط الأولاني وبقى عندها 2000 فانز. أنا طالب من كل محبي عادل فتح يحاولوا يخشوا عندها ويسمعوا 6 دقايق 5 دقايق من أي فيديو، دعما لهذه الست العظيمة اللي رفضت برغم مرضها الشديد، وأنا مش عايز أخوض فيه، وبرغم الحالة اللي هي فيها، الحالة الاجتماعية الصعبة جدا اللي هي بتعاني منها، لكن عزت نفسها رفضت انها تاخد اي مساعدة من اي حد. اعتبروها حاجة منكم كده، وطلب من عادل فتح ليكم. القناة هتلاقوها في التعليق الاولاني، مش هحط النهاردة الواتس بتاعي، هحط لكم القناة بتاعتها علشان تخشوا وتدوسوا عليه وتشاركوها ان شاء الله، وما حدش حتى لا يقول لها من عند عادل فتح ولا اي حاجه، بس اهم حاجه ان انتوا تشوفوا من عندها 5 6 دقايق علشان خاطر تحاول تجيب الساعات بتاعتها باذن الله، ونفرحها وندعموها. وبرده كل القنوات القويه يا جماعه الخير تحاول تدعم ام سامح ومازن، وبرده حاولوا تشيروا لها ان شاء الله وتفرحوها. النهارده بقى مفيش حاجه النهارده بيتكلموا فيها غير على العلاقة اللي طلعت على السطح، وأنا زعلت جدا إنها طلعت، لكن زي ما بيقولوا ما بيستغناش. وحاجة ما كنتش أتوقعها أبدا إن تطلع أم لافا وأبو لافا يطلع رد وترشق بالكلام، بس هو في حاجات عايز أوضحها برضو لكل الناس. أول حاجة، صدفة بتعتبر حسن. هو حسن بيقول انا كنت السند والظهر، وام ملك تشهد بكده. لا يا عم، مش ام ملك، احنا نشهد بكده. وبعدين دي مش عايزه الشهاده، وبعدين ده واجب عليك، ومش هم بس، ده الحاجه الكبيره الحاجه فاطمه بتعتبرك انك انت ابنها زي محمد بالظبط، وانت اللي ليهم، وانت الاخ، وانت العم، وانت الخال، وكذلك صدفه. كون ان صدفه طلعت وقالت كلمتين او عتاب لك او من 9 اشهر، وانت يا حسن يا حسن يا حسن، وانت خدت الكلام، لا ملهاش هي، يعني ما كانتش تقصد المعنى اللي انت قلته، برغم ان انت عديت حاجات كتيره جدا، ومن غير ما تعد احنا عارفين وقفتك مع الحاجه وبناتها، وحتى مع اخوهم محمد، ده واضحه وضوح الشمس، وهم كمان بيحبوك وعمرهم ما اعتبروك ان انت جوز بنتهم، يعني جوز البنت الحاجة فاطمة، دول بيعتبروك من أبنائهم. فدي حاجة يعني إيه كده. كون بقى إن الصدفة طلعت وقالت إيه، ده من حبها هي الواحدة، لها مين؟ هي ملهاش غيرك، برغم إن خلي بالكم أنا وحسن احتمال فرحنا يبقى على العيد. أيوة، لأن أنا خسيت هو 16 كيلو ونص، وهو بسم الله ما شاء الله. أنت طالع بقى يا عم حسن بتقول، وأنا هنا أهو وبقالي 17 يوم وبعيد عن البيت، وبصوا شعري، وبصوا مش عارف ايه. لا يا عم، بص لنفسك في المرايه، ده انت كبرت 17 سنه، ده انت امبارح ما قدرتش تطلع غير بانت لابس نظاره شمس علشان الارهاق والتعب اللي كان باين في حدقه العين. هو حد يستغنى عن النظره للافا لافا ولا لام لافا لافا؟ يا عم بقى اسمك بالكلام ده، هنضحكوا على بعض. لا بص لنفسك، وشك مرهق جدا. هو حد بيستغنى؟ ما بيستغناش زي ما بيقولوا يا جماعه الخير. ودايما لما يبقى فيه، وانا بطلب من كل قنوات النقد، وبرضه هي يمكن ما دام صدفه تجاوزت كتير جدا وقالت قنوات النقص، وانا منهم، بس هي ما تقصدنيش طبعا. هي سنه انا داخل اضحك، والله بضحك كتير قوي. فهي بقى مش معاها، وما ينفعش انها تقول كل قنوات النقد ما عدا عادل فتحي، يبقى ما ينفعش هيقولوا تاني عادل فتحي، وتبدا قنوات النقد تهاجم عادل فتحي. انا بتعرض يا ام لافا، يعني انا قناه صغيره خالص، وبتعرض من قنوات النقد لسير من الفيديوهات. ده في واحده عامله عليها 35 فيديو، ولازم يا تحبيني يعمل عليك فيديوهات، يا تحبيني يعمل عليك فيديوهات.
مفيش حاجة غير عادل فتحي عادل فتحي عادل فتحي، ما ببصش ما بفتحش. انت لا تبصي ولا تفتحي ولا اي حاجه، ولا بقرا العنوان. والناس بتخش لها على الواتس، ده فلان عامل عليك فيديو، اقول لهم محدش يقول لي ما بتابعش اساسا. ليه؟ اصل انا هو انا ايه يعني؟ هي داخله في عادل فتحي علشان خاطر توجهه ولا علشان تجيب نسبه مشاهده؟ تجيب نسبه مشاهده، ماشي، حق مشروع. فالناس برضو اللي بتتناولك، انا قلت قبل كده ان بالفعل اسم الصدفه جاد وبيجيب معايا مشاهده، امال بقى القنوات الصغيره بيجيب اللي مشاهدتها 30 40 اكيد هتترفع ل 400 و500. بس رجاء برضو من كل القنوات اللي بتاخد الكلمه المفتاحيه باسم مدام صدفه، صدفه تكون يعني حتى البانر بتاعها لائق لائق، لان انا قريت بانر ما ينفعش خالص خالص، لا من قنوات نقد ولا من اي قناة، بانر صعب جدا ان هو يعني حسن سب امه يعني وقعد مع الكلاب، يعني كلمة كلام صعب. وعلى فكرة دي اهانة كبيرة جدا لحسن برضو، والاساءة، ودي ما وصلتش بينا ان احنا علشان نرفع نسبة المشاهدة ان احنا نصعد هذا التصعيد. يعني لما يبقى في مشكلة بسيطة بين زوج وزوجته ما بيستغناش، والبيوت كلها اسرار وما فيش بيت اسمه ما عندوش مشاكل. لكن الكلمة اللي أنا عايز أوضحها لحسن وأوضحها للحاجة الكبيرة فاطمة والصدفة ولإخواتها، إن طالما إن إحنا في مشكلة معينة إحنا نخلي بالنا، يبقى إحنا بقدر الإمكان الكلمة اللي تطلع من لساننا يكون لها حساب، لأنها بتتأول وبتبقى صغيرة وبتطلع بتبقى كبيرة جدا جدا جدا. محدش ينكر أبدا يا حسن وجودك معاهم. وده على فكرة أنا ما زعلت، الفيديو اللي انت عملته الأخير ده يزعل يزعل، يعني الصدفة عملته من حبها ويعني ملهاش غيرك، ويعني ما معناها ان ليه كده. فانت لما طلعت وبتعد ان انا عملته وعملته 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 وعملت، لا مش حسن اللي يقول انا عملت، لان ده واجب عليك. واحنا من غير اي حاجه عارفين ان انت الرجوله وانت الشهامه وانت الجدعنه وانت ابن البلد، وعارفينك من غير ما تقول ان انت واقف وبكل شيء وبصحتك وبنفسك وبكل حاجه وبتعتبرهم اهلك، وكونك ان انت قلت ان انا مصرفش غير على 2000 جنيه على بيتك وتتعيش بهم على كده، وانا ده اللي انا قلته وراجل ومحدش يحملك اكتر من طاقتك زي انت ما بتقول، ولا عمرهم هيشتكوا من اي شيء ويعيشوا باقل من كده. انا بقى عايز الحاجات يعني برضو مدام صدفة ما تحاولش بقدر الامكان انها تسمع فيديوهات من قنوات النقد كتير، طالما ان ما عندهاش ثبات انفعالي، وطالما ان هي زي مرتضى منصور، مع الفرق بين هي طبعا ست ومرتضى راجل، فتحاول يعني ايه زي ما بيقول ايه، لان انت بتنجري لنسبة مشاهدة. يعني انت حتى في المشكلة الاخيرة ما بينكم وما بين نسايبكم، انتوا قنوات كبيرة وعندكم نسبة مشاهدة وعندكم محتوى، وانتوا مجرورين لنسبة المشاهدة، وفي نفس الوقت بيترملكم الطعم وبتبلعوه، اكن الذاكرة بتاعتكم ذاكرة السمك، بتنسوا. معقولة؟ ايوه، هم يبحثوا عن مشاهدة لان ما عندهمش محتوى او قنوات مش قوية. فلما تنجر انت لهذا الوضع يبقى شيء، فين الخبرة وفين الأربع سنين اللي انت بتقولي عليهم يا ملافة؟ لا يبقى عندك خبرة أربع أشهر ولا أي حاجة كان يجب، ولكن في أي حاجة، ولكن أي حاجة بتتقال. يعني أنا في النهاية يعني مش عايز أقول إن بالنسبة يعني للوضع ده، أنا ما أعتبر بقى لا في فيديو يتعمل لا فيديو مضاد ولا أي حاجة. وبالنسبة لك يا عم حسن، انت بتقول انا زي الوردة، لا انت وردة ولا اي حاجة. اليوم بعيد عن الملافة كبرك سنة، وشفته انا بقى صغرت ازاي، يعني انا 60 سنة، يعني انا اكبر منك ب35 سنة، واللي يشوفني يقول انت ابويا. شوف بقى، تخيل. صح يا محسين، تقول لي فيا عم روق كده، ده احنا عرفنا انت بتعز ام لافا قد ايه، بدليل ان انت لما بعدت الكام يوم دولت كبرت كل يوم سنة. فزي ما بيقولوا صلوا على النبي كده يعني، وما فيش حاجة وما بيستغناش. وهي طبعا يعني
بتتدلل عليك وملهاش حد غيرك، وانت طبعا لا ملهاش حد، لازم تتدلل على مين؟ مش ملهاش حد يعني ان هي لا، ما هو محمد اخوها بالدنيا كلها وامها، يعني ان هي لما تطلع ملهاش غير الصدر الحنان زي ما بيقولوا. غيرك قفله بقى. وكل قنوات النقد رسالة، حينما نتناول حد، هو مش عايزين بقى قنوات النقد بقى صدفة ومش صدفة وطلع، حينما نتناول حد نتناوله بمهنية، طالما ان ده خلاف او شوية سوء فهم بينها وبين زوجها، احنا بقى ايه ما نشعللهاش ونحط بنزين على النار، لان ممكن السبت عند صدفة يبقى الحد عند مين؟ عندنا. كل التحية وكل الاحترام لكم. ما تنسوش عشان خاطري الست ام سامح ومازن، هتبقى القناة بتاعتها مثبتة عندي على التعليق الاولاني، على التعليق المثبت. حاولوا تدخلوا لها وتفرحوها وتشوفوا لها 5 دقايق 6 دقايق من الفيديو علشان ترفع كمية الساعات من عندنا، ودي تبقى حاجة عند ربنا، حاجة كتيرة جدا بإذن الله. كل التحية وكل الاحترام لكم. وبنشكر على فكرة مطبخ سمر اللي هي دعمت هذه الست، وبنطلب احد قنوات ياسمين. انا بقى ما مش عايز حاجة لنفسي خالص، ياسمين او صدفة او سعاد او حسن، ان انت تحطوا لهذه السيدة الفاضلة ام سامح ومازن، تحطوا لها فيديو عندكم على المنتدى علشان خاطر نحاول نجيبولها الساعات اللي بقية لها. يعني مع ان احنا عرضنا ان احنا قالت لا ما رفض اي شيء، بس هي عزة نفس المصريين، الناس الطيبة الخيرة. وبنشكر من قناة عادل فتحي مطبخ سمر على الدعم اللي قدمته لهذه السيدة الفاضلة المصرية. كل التحية لكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.